بديكم اخر فرصه، بديكم اخر فرصه. بكره دي الصباح جيت لقيت الترابيزه دي مليانه قروش ومليانه كروز. انا عايز قروش كثيره تجتهدوا تعلموا طيبوا لي قروش في الترابيزه دي. بكره اخر فرصه لكم، جبتوا قروش جبتوها ما جبتوها انا بفتك العصابه. يا جماعه نكون منطقيين عشان زين ده ذاته نعم انا اديه اي فرصه يقعد يتكلم معنا بيها. الدوره دي نقوم نجازف لها حاجه سمينه كده نجيبها له. احنا المره فاتت خذلنا كله منك انت ده، كله منك انت ده. طويله دقيقه يا جماعه، الموضوع ده ما دار اي معاتبه، نحن نشوف لنا حاجه ننجزها هسه عشان شنو؟ نكون قدام احنا كبار كده قدام الزعيم. واضح؟ يا كوجونك الزول ده ما بيشبهنا، الزول ده اي عمليه بيخش فيها بيدخل شقه، بيدخل شقه. كويس 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 كويس، هسه ده يا جماعه نحن نتفق، اي زول بيجي مره بيجي شنو؟ نجاسبه، بر كده لك كده بوب نطلع لانه ودي للزعيم. 100 100. اوكي؟ 100 100. اتفقنا؟ 100. يا اخي يا اخي الله ضعيف كيف؟ مبالغه ده يا اخي. يا اخي الله ضعيف كيف؟ ضعيف شنو يا اخي؟ ضعيف شنو؟ ضعيف ده ما بياكل، ضعيف ده ما بياكل، قروشه كلها مقدمه. بلمه بس كده شبره شبره رهينه كده شبره راعلو يلا تعال يا على زول السلام عليكم كيف اصبر يا اوكي يا ريس. خلوني يا ريس. الشغل ولا بلاش؟ ده انجاز اولادك. خلوا انجاز ولا بلاش؟ تعب بعد عرق بعد شقا، لازم الواحد يعرق عشان ينتج. ده الكلام. ايوه كده فرحتوني. كده طيب. كده. جايب لي 50 قرش. ارز 50 قرش عمل فينا عمايل؟ ده لو كان عندي جنيه كان كتبنا كله.